مرحبا، اسمي منار حسين أحمد من مدرسة غازي القصيبي الثانوية للبنات، والآن سأستعرض لكم في هذا المقطع المصور تصميمي لجامع الفاتح الواقع في المنامة بمملكة البحرين. أولا بدأت بأرض مسطحة، استخرجت قياسات المسجد من الشبكة العنكبوتية، ثم اخترت مقياس رسم يتناسب مع طبيعة العالم الافتراضي، أي حولت كل متر في الواقع لأربع وحدات مربعة في ماينكرافت. وبالأخذ بعين الاعتبار بكون المسجد مبني بالطراز الإسلامي ويحتوي على نقوش كتبت بالخط الكوفي، استعملت الرمل بأشكاله كمادة أساسية في بناء جدار وأرضية المسجد الخارجية. بعدها أضفت على الجدران أسقف ونوافذ وقباب وبوابات ومنارات، حيث أدخلت عليها الجرانيت والوحدات الغير مربعة مثل الدرج والسياج لتعطي شكلا وإيحاء بالطراز الإسلامي والنقوش. ولتكرار هذه الأشكال على منوال معين استعملت البرمجة لنسخ الأشياء وتسريع عملية البناء. بعد انتهائي من الشكل الأساسي الخارجي انتقلت للتصميم الداخلي. بدأت بحرم المسجد الذي غطيت أرضيته بالكوارتز لتماثله بشكل الرخام، وبعدها شكلته باستعمال التراكوتا لأضع بعدها الأعمدة والجبس، في النهاية أضيف الديكور كالثريات. لأنتقل للمرحلة التالية إلا وهي الممرات. الممرات كانت عادية وسادية، تحمل نقوش إسلامية بسيطة مستنسخة من تلك الموجودة في الخارج بالإضافة لثريا أو اثنتان. وأخيرا المكان المنتظر، المصلى الذي يتسع ل7000 مصلٍ ويحتوي على أكبر قبة مصنوعة من ألياف الزجاج في العالم. إنه المصلى يا عالم، يعكس المصلى الطراز الإسلامي كما هو الحال في باقي أرجاء المسجد، فهو يحتوي على هذا المنبر، كما أني وضعت عدة كراسي هنا وهناك، كذلك كرسي للإمام هنا في الأمام. لا أعلم لما سيجلس الإمام على هذا الكرسي بينما يمتلك منبرا، ولكن على ما يبدو أنه يحتاجه على أي. وأخيرا يوجد في هذا المكان العديد من الأبواب المصممة في الهند تحديدا التي تقود للداخل والخارج، وجميع الطرق تؤدي إلى روما. باي، أقصد مع السلامة.